هدى الشاعر وعضو في الاتحاد الوطني الدكاتره المعطلين، حاصل على شهاده الدكتوراه في الاشاره والتواصل. في عيدنا الاممي جاءت اليوم الدكتورات المعطلات مع الدكاتره المعطلين مؤازره لهم من اجل القيام بواحد الوقفه نضاليه امام قبه البرلمان من اجل تذكير نواب الامه بملفنا المطلبي، ملفنا الذي عمر لازيد من 3 سنوات. من العيب والعار ان نجد دكتورات المغرب الذين افنينا زهره عمرهن وشبابهن في البحث العلمي وفي مراكز البحث وفي الجامعات المغربيه حتى تحصلنا على شهاده الدكتوراه، وفي الاخر نقابل ونجابه بالقوى القمعيه بالامن، وكذلك باننا نناضل في شوارع الرباط. من العيب والعار ان نجد دكتورات هنا في شوارع الرباط لازيد من 3 سنوات، في حين ان الحكومه المغربيه تدعي انها حكومه الكفاءات، نجد انها حكومه القضاء على الكفاءات، لم تكلف نفسها فتح حوار مع هؤلاء الدكاتره، رغم اننا وضعنا مجموعه من المراسلات ومجموعه من طلبات الحوار، الا ان هذه الحكومه وكذلك النواب الامه ورؤساء الفرقاء البرلمانيين ابوا الا ان يحاوروا هؤلاء الدكاتره وهؤلاء الكفاءات المغرب. نجدد مطلبنا مره اخرى من خلال هذا المنبر الاعلامي، نجدد نداءنا لاعضاء الحكومه وكذلك للمسؤولين البرلمانيين من اجل اللقاء والتوسط من اجل حل لهذا الملف المطلبي. انا الدكتور يونس، دكتور في العلوم الاقتصاديه منذ 2014-2015 تقريبا، دابا هذه ثلاث سنوات ونحن ننزل الى الشارع في شكل نضالي متواصل كل اسبوع، يعني امام وزاره التعليم العاليه وامام البرلمان، ولكن للاسف الشديد لا يوجد اي مسؤول سواء في وزاره الوزير سيد المراوي او اللي كان قبله، لا مجيب ولا سامع، وكاننا نحن غير موجودين في هذه البلاد، وكاننا لسنا دكاتره ولسنا كفاءات. وحتى في البرلمان رغم عده مراسلات قام بها المكتب المسيحي سواء بالنسبه للفرق الحزبيه او في وزاره اخرى، لكن للاسف لا يوجد اي جواب فعلي او رد فعلي للملف او لملف قضيتنا الذي دام تقريبا سنوات، ولا يوجد اي امل لكي ينفرج هذا الملف. ندعو الله سبحانه وتعالى، لقد فقدنا الامل في هذه المسؤولين، الحل الامل الوحيد هو في صاحب الجلاله الملك محمد سادس نصره الله، هو املنا الوحيد في هذه البلاد، فلولاه نتمنى من الله ان تصل الرساله الى الدول الملكيه والى صاحب الجلاله محمد سادس نصره الله وايده وطال الله في عمره لكي يجد لنا الحل، اما هذه المسؤولين فقد رفعنا الرايه البيضاء امامهم. فاطمة الزهراء العزوزي، دكتوره في قانون جنائي وعضو في الاتحاد الوطني للدكاتره المعطلين. اليوم جينا كالعاده قدام البرلمان كنطالبوا بالوظيفه بالادماج المباشر، واخا اليوم العيد الوطني للمراه، ما عرفتش اش غنقول. جينا اليوم العيد الوطني للمرأة، جينا كنحتجوا أمام البرلمان، كنتمناو أننا نلقاو واحد الأذان صاغية لينا وأننا نفرحوا حتى حنايا بحال سائر النساء اللي في العالم، ونكونوا موظفات وكنخدموا البلاد وكنخدموا الوطن ديالنا. هشام باركي حاصل على شهادة الدكتوراه، عضو المكتب التنفيذي الاتحاد الوطني الدكاتره المعطلين للمغرب، الاتحاد الوطني الدكاتره المعطلين كاطار تنظيمي مستقل وحدوي تقدمي تشاركي ديمقراطي لا زال يرابط في شوارع الرباط لازيد من 4 سنوات. اليوم هو 8 مارس، يوافق اليوم العالمي للعيد الاممي العالمي للمراه. من داخل الاتحاد نوجه ونرسل برقية تهنئة إلى المغربيات الحرائر المكافحات عن لقمة عيشهن، وكذلك من داخل الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين كإطار تنظيمي والذي يضم ثلثيه من الدكتورات المعطلات المكافحات الحاملات لشواهد الدكتوراه بعدما أفنينا نصف أعمارهن في البحث العلمي والتحصيل الفكري، لا زلنا يعانينا من التهميش والعطالة، بل ها من القمع والسحل والشتم والسب اللفظي وغير اللفظي. قبل
شهور كانت هناك تدخلات قمعيه في حق الدكتورات، نقل على اثرهن على اثرها نقل على اثرها مجموعه من الدكتورات الى مستشفى مولاي يوسف، يعانين من رضوض ومن يعني من جروح ومن الضرب المبرح من طرف قوات القمعيه او بالاحرى من جلاوزات القوات القمعيه. لازلنا نرابط في شوارع الرباط، حقنا وحق دستوري مطلبي مطلب اجتماعي، وهو في الاساس مطلب اجتماعي، وملف اتحاد وطن الدكاتره المعطينه هو يعني هو اهم له اهميه قصوى واولويه كبرى في في هذا الوطن. يعني نطالب بالادماج الفوري والشامل والمباشر في اسلاك الوظيفه العموميه بما يتناسب والسلم الاستدلالي لشهاده الدكتوراه. جدير بالذكر ان مباريات التعليم العالي ينخرها الفساد جمله وتفصيلا، فساد متجدر في اعماقه. واما هؤلاء المسؤولون لا يحركون ساكنا، المباريات تعتمد على منطق القبيله والعقيده والغنيمه، وكذلك موظفين الاشباح الذين ينخرون هذا يعني هذا البلد او هذا الوطني الجري. على هؤلاء المسؤولون يعني نحسسهم بمسؤولياتهم، والانتخابات 8 سبتمبر يعني اكيد انه تعاقد اجتماعي مع الشعب المغربي، ليس يعني شراء الاصوات وشراء الذمم، هي تعاقد اجتماعي، سنحاسب هؤلاء المسؤولين. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.